سوبر ميكس نكملوا حتى النصف النهار ونص نحكيو على المسابقات الافريقيه ومغداو بمقابله البارح الخاصه بالملعب التونسي قبل ما نمشيو للمقابلات نتاع نهار السبت الخاصه بالترجي الرياضي التونسي وكذلك النادي الرياضي الصفاقسي. كيف كيف نبداو بالموفيو نتاع المقابله وفما برشا كلام من الملعب التونسي تعرض للظلم التحكيمي خاصه انه فما بينالتي ما خذاهاش الفريق. باش نبداو ناخذ راي خبير التحكيم مختار دبوس. مختار شنو رايك في البينالتي خاصه؟ والله هو مش ظلم تحكيمي امبارح رينا ماش نقول لك انا ذبيحه انا عبد شد الجمعيه ذبحها. انا هنا جو مو دوموند علاش التكالب على مسابقه هذه كما ترى الاتحاد معنى المسابقه نتاع الكاف هذه بالتعاسة هذه بالحكام هذه ترى كاليبر الحكم قريب سامحني في الكلمه ما عندوش وهره الاربيت لا طول لا وهره لا حد شيء ويعمل الوضعيه هذه مع جمعيه الله اعلم بحالها كيفاش ديبلاسيت لتزاير في الظروف هذيك وكذا. اش نجي ونلقاو هنا نلقاو اول حاجه ساعه اسيستون دوزيام مون غاديكا بعيد 3 متر على الكورنير وهزز الاربيتر يقول له راهي خرجت وقت اللي رينا سامي هلال الكره في حضنه وهو اصلا مش موجود على الليني فهمتني والقرار نتاع الحكم قال له الذي فريجي حطونا التصويره نتاع الكره اللي خرجت. انا آه. انا بالنسبه لي انا الحكم ما كاروش اذا كان غزر نقا صاحبه مازال ما خلطش الليني نتاع الكورنير ما نقول له ما تعطينيش حتى قرار ما تنجمش تاخذها هو قدامه الكره وكان على الحكم يقول له واصل اللعب والكره ما خرجتش هي الكره اللي جابت البونت الاولاني اللي صار فيها الكوتسيزو. من بعد نجي للكارثه انا بالنسبه لي انا صارت كارثه سلامته من بعد ريت مهاجم شفت المهاجم او يمكن زياد يعرف خلطت السيمات راهو ما عادش فما باش يتيح راهو الشبكه قدامه باش يحطها. تحكي على اللقطه الثانيه نتاع البينالتي هي كيف نحاولوا نشوفوها في اللايف نتاعنا وقت اللي انت تجي والاتاكون واصل للجول وما عنده حتى حل كان يمشي يشوط الكوره وتراه طاح راهو من غير ما تجتهد لازم تمشي البينالتي ما تجتهدش. ومن بعد فما كاميرا جات من الجهه هذه ورات جبدان من المريول واصرار على الجبدان اصرار تاع شكون جبد من المريول وزاد جبده من الشورت ومن بعد حب يزيد يتهنى عليه ضربه بالركبه ضربه فخاف فخاف وطاح. هنا كان على الحكم الاعلان عن ضربه الجزاء ونمشي معك اكثر من هكاك كان ينجم يخرج الورقه الحمراء اذا كان اونيت. نعاود نقول هذا درس لجمعيات التوانسه راهو مع احترامي للتزيرية ومع احترامي للمصاروة ومع احترامي للعبيد الكل يا ولادي تحب تضمن اضمن الاربيتر راهو الاربيتر والله في النيفو هذايا في معناها في الادوار هذوما التمهيدية يتشري بالسهل تعرف علاش يتشري حتى بو لا 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 مختار ما نشجعوش على كذا شنو تشري بالسهل والله العظيم الظلم اللي تعرض له ملعب التونسي الظلم اللي تعرض له ملعب التونسي امبارح انا كان جيت موجود مسؤول في الملعب التونسي صدقني وتجيني على الظلم نحكي على القهره اللي صارت البارح ورا اربيتر قادر باش نشري والله ما نشري لا مختار واربيتر يبدا تعيس كي من هذايا ضرب الجزاء الاربيتر نتاع البارح اسمعني كي نحكي لك ما اسمعني الكلام هذا يعاقب عليه القانون لو تقول فيه كمل لك انا ما نقولوش كلام في مصلحه الجمعيات انا خلينا نكمل لك لا مش مصلحه الاربيتر هذايا الاربيتر هذايا كيما وصلوا تزيريه بالشراوه وصلوا تزيريه بالشراوه ها راه كنت تنجم لا لا ما عنديش امكانيه لا 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 يا مختار الاربيتر تاع الملعب التونسي تشرى الملعب التونسي بار الاربيتر تاع هما خسروا الواحد اي اربيتر كيفاش خسروا الواحد البوتو الثاني هذاك بوتو قبل ولا البوتو الاول لا انت وصلت الطريقه اللي سجلوا بها زوز دبلات كمل لك الملعب التونسي سرقه هذا صحيح تعطيني بيلانتي نتاع واحد واحد ولا نتاع تحكيميا لا كلام صحيح 100% علاش كي تعطيني واحد بلاش صالح ولا واحد ما تحكيش مع بعضنا ما تحكيش مع بعض ما تنجمش تكون انا مجوار هذه والله كان نجمت نجتهد باش نقول والله صعيبه والله راني قلت صعيبه وهو مال بلاسي هذه بيلانتي ما تنجم ما تتزفرش كان ما ياخذ فلوس راك ماخو فلوس راك ماخو فلوس الملعب التونسي تظلم على خاطر الاربيتر هذايا وصلوا له اتهامات كثيره هذه قلت انا ما نجمش تقول هكاك معناها مو خاطر انا نحكي بيلانتي واضحه ما زفرتهاش خذيت فلوس لا نحب نوضح حاجه راهو اللي تقول فيه معناها تظلم الساتونزيان هذه حتى واحد وانا ما نشطرش يقول لك مش ما تعملش الشماعه الحكم وقت اعطيني انا بيلانتي وماركيها واحد واحد وفي الماتش لعبت ولا ما لعبتش ساعات نلعب ما لعبش بكدا لكن نخرج رابح المشكل نتاعنا وقت احنا اليوم ماش عندنا حتى ممثل في الكاف والشخص اللي كان موجود واللي دافع على الجمعيات كل اللي هو سيبو شماوي نحيناه احنا
دونك احنا هذه الوضعيه نستاهلوها، احنا عطينا الوعنا في الوضعيه هذه. اليوم الجزائريه الكاف مع بالجزائريه بالمغاربه وبالمصاربه وتحنا التوانسه مانيش ممثلين دونك مش تشري من غاديكا وقت يعرف اللي عنده دي ريبريزونطون متاع الجزائر موجود في الكاف يمشي ويلقى تونس ما عنده حتى واحد يمشي مع خاصة التري. في الادوار هذه خاصة في الادوار الاولانيه مش فلوس تشري لا لا مجيد انت رئيس جمعيه تملك انت رئيس جمعيه انت رئيس جمعيه وقت اللي تستحقني انا كحكم تقول لي مقدار وحشتي بالتروا راني نقول لك يا سي مجيد هاني معاك ونقعد معاك ونعمل قهوه نحكيو بصفه عامه راني نقول لك ما نخليش ورايا تراس سامحني راهو الاربيتر هذا مش خلى تراس هذا نحب نعرف من بعد باش يصير فيه على مستوى الملائكه حتى عن الادب انا تشرف الحكم ما نحكيش انا مش قاعد نحكي على مش كنشوفوا معناتها حاجه عند الجيران تولي خايبه وكي نعملوها احنا تولي باهيه ما لا نعلمك يا سيدي جل الانديه التونسيه تشري المراقبين وتشري الحكام والحكام مساعدي يعني ماهوش هذا لا مش كلام مصير لا 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 كابتن اعطيني البطاقه اعطيني الكلمه هكا المثاليه تاني البيت نجيب لك شيء صحيح كل عام انت الشامبيونز ليغ ولا الكاف يا اخي انت ناقد تركيا انت جل الانديه التونسيه على مر التاريخ تشتري الحكام والحكام مساعدين بالتليفونات وبالفلوس يا احمد احمد كلام اختيار لو تقول فيه معناها ما نقولوش كلام هكاك معناها كيما هكا معناها هو انا في الدومين انا شو عندك سنين معناها 30 ثانيه اي خوذ خويا اما ما نقولوش كلام هكا اتهامات جزافه معناها عندي 25 سنه وفما حاجات عايشتهم انا بيدي في شريان لي زاربيتر يعني احنا كنشوفوا الجيران اعطينا شنو عايش شو الحكم يغلط مع الجزيريه انا راني معاك ذوبي الملعب التونسي هذا حاجة لا جدال فيها أما كنشوفوا حكم مغلط مع فريق آخر ضدنا يولي مشري وكن نشري وإحنا الحكام ونربحوا لا والله قلت لي يا كابتن بني اختلف من ميت مجد مجد قلت لي عشت حالات أعطيني شنو عشت مجد نحكي أمش نعطيك تارق بالليل أحمد بالليل خل نسمع منه قلت لي عشت حاجات شنو عشت يا ولدي هذا باعتراف حتى رؤساء أنت على مر التاريخ عمري ما سمعت أنا رئيس أنت ما سمعت في شريط قال أنا شريته بليك اتمنى سي زحاف خليني نقول انا شريت اربيتر خليني وقت عاد نقوم ونمشي يزي يا سيدي كلام بالمطلق تتكلم لا يز الكلام الموجه للاستهلاك تاع الجمهور الفيسبوك هذا كله كلام محسوب عليك ومش صحيح هذا تتكلم بالمطلق لا صحيح لا مش صحيح انت في تونس لا انت قلت انا حضرت على حاله اعطينا انت حضرت قلت حال اعطينا حال انت شريت فيها عيال لا ما نحكيلكش انا على حاله شنو هو ماله اه الانديه التونسيه مملكه وما شرينا حتى اربيتر وما وربحنا بطولاتنا كلها اكثر من اللي نستفادوا احنا شنو هذا الظلم ظاهر احنا نشريو في البطوله نشريو في الشامبيونز ليغ نشريو في الكاف اما كي نشوفوا حد اخر يشرى نوليو معناتها نطلقوا صيحه فزع حتى نكونوا احنا ساعه مثاليين ونعطيو ليكزومبل باش نلوموا على مسار ولا مراكز الجزائريه احنا مش كيما تعمل فيه الناس نعملوا فيه وتعمل فيه الانديه كلها تعمل فيه الانديه كلها بصراحه خلاص لك فنيا انت على المقابله تحب تقول حاجه قبل انا في نفس هم الاثنين صحاحره علاش لانه مجد يقول لك احنا ما عندناش شكون يمثلنا في في الكاف وتشوف راهو توكي الكاف راهو كلها فما جزيريه ومساره ومغاربه هذاك علاش تشوف راهو وخاصه تو في الادوار هذيا تحب واحد يمثلك في الكاف باش يعطيك اربيتر ميزون يزفر لك وتشريها مالوريزمون سيد احمد كلامك صحيح لانه هذا هو اللي قاعد يصير استعداداته بالبرفورمانس وبالكاليتي جوار والانترنور والجمهور باي لحظه باش نمشي معاك فنيا انا شوي نمشي معاك فنيا شوي خلينا نسكروا القوس ما عادش عندي برشا نمشي معاك فنيا سرقت ولا ما تسرقتش سرقت صحيت علاش قوه بوفوار هذيك قوه بوفوار لا لا احنا نسرقوش العالم اكيد ما نحكيوش مع بعض شنو تلوموا ما ربحتش في الليل خاطر تلوم روحها ما حبتش الكوره ما تمركتش كوره لا لا ما حبتش يا اخي باش نلعب على حدودها ما تحبش الكوره يسونا من الحظ وما حبتش الكوره يا ودي كوره راهي استعداد الكوره راهي بيرفورمانس الكوره راهي كاليتي خلي خلي لعبت بسحاق عملاوي خير من خير من ترجع عملاوي ماشي يا اسوا نصف بعيد وما ربحتش يا ربحت اسبيرونس بالتحقيق ما ربحتش بالتحقيق بربي خلينا نكمل لك وقت اللي عملاوي حكينا على ديزينياسيون تاع عربيه الفينال قلنا علاش زوز جزيريه تفرقوا نتاع الفار ونتاع الواحد علاش ما حطوهوش مع هذه اول حاجه نعطيك حاجه احمد صالح تحب تصدقها ولا ما تصدقهاش في الافريق ما عندنا نهضه بركان والاهلي ما تنمش زمام حد شيء اذا وصلوا الفينال او الكوب نتاعهم نهضه بركان الباقي الكل في بعضنا ملعب التونسي اتحاد العاصمه
قادر كونك بتعاس الحكام اللي قاعدين يتعينوا تشريرهم فاسيل مو تدخل الشومبر تعطيه فلوس وتقولوا حاجتي بتروك في من وقت الموضوع طارق فنيا المقابلة كيف شفت من عبدوس متفوش بالك شوية في الدفاع ضد استاد تقريبا ما استفدتش من درس الاتحاد المنستير صحيح هو راهو اسمع توجه معناتها انت كيفاش خذاه معناتها الكنزاري كيفاش خذاه معناتها استراتيجي كيفاش خذاه معناتها الماتش هو حب يدافع من الاول ويقول لك انا عندي الشوط الثاني نجم نستغله معناتها على المرتدات ونستغل لكن الحقيقه حتى الاتحاد العاصمه شنو الجزائر ما شفناش حاجه كبيره راه ما فماش معناتها اختر على سامي هلال ولا فورس ولا دوميناسيون ولا انا اللي معناتها فريق عادي جاني بارابور الماتش لولين الماتش لولين يعمل اكثر خير في كل شيء في الفوليم دجو في ليزوكازيون في الاتحاد العاصمه لعب خير لكن الملعب التونسي عرف كيفاش يجيري الماتش نتاعو وراو شوف سيد احمد بكري قال ما ندموش على الحكم الحكم اذا انت ما يخليكش في الواحد واحد وما يخليكش مثلا في الواحد صفر انت يقبل البونت بطبيعة الحال مش تبدل النتيجة كما واحد صفر كما واحد واحد سيد أحمد ما مش كيف كيف راهم راهو البيلانتي واضحة في العالم الكل شافها بيلانتي كان الاربيتر ومن بعد تقول لي تحب تنزه انت الاربيتر ولا تحب تنحي الاربيتر يا طارق ما نزهتوش نحكي على زوز بونتو اللي قبل من الملعب التونسي خلينا من الحكم انا معاك زوز بونتو زوز بونتو ما يتقبلوش في النيفو هذاك زوز بونتو هذوكم نقص نتاع اكسبيريونس حاجة لو نيفو راهو سي لي بتي ديتاي لو نيفو راهو سي لي بتي ديتاي ما تنساش جوارات راهو اشترها تنحي اربعه جوارات ولا ثلاثه جوارات سامي هلال والماجري وزوز اخرين ومارو ممكن هذوما برك اللي لاعبين راهو في لو نيفو لاعبين شويه كومبيتيسيون افريكان عندي لوم على بلال الماجري بلال الماجري راك انترناسيونال صحيح جوار ما انت دخلت في الاونيفو معناها باش تعبت تفهم اللي صار في الهدف الثاني معناها ما يصيرش نورمال معناها ملاعب قاعد في خبره وتركيز معناها نورمال في الوقت هذاك تحكي مع الجارديا واللاعب باش يلعب الاثنيه معناها قاتل هذاك انت دي كونسونتري وتحكي مع مع الجارديا نتاعك والكل باش تلعب هنا وقت اللوم على على بلال ماجي تحكي لي في النيفو اللي ديتاي هذوما ممكن تجي من لاعب صغير ساجد ولا ولا صغار نجم نعذروهم ما تجيش من ملاعب تدخل تو ديجا عندك مده لعبت في برشا جمعيات كبار وتو في ليكيب ناسيونال تغلط الغلطه هذيك ذبحت جمعيتك احمد صحيح. الملعب التونسي تقريبا نفس الكره حتى مع مستير يشبه برشا الفرق بعضهم الزوز طبعا نشوفوا الملعب التونسي تقريبا باع ركائز نتاعو الكل في الموسم الماضي وبشاع مسابقات الافريقيه نجموا نفهموهم في ظل الازمه الماليه للفرق التونسيه وباش يدخل فلوس نقول لك شنو الحل معناه وين الموازنه لهنا بين الانديه اللي تشارك هذه تو شفنا الكلوب خرج من الازمه نتاعها الاسبيرونس كيف كيف امورها مستقره ليتوال كيف كيف خرجت السي اس اس امورها واضحه لكن كيما مستير وملعب التونسي بين نارين معناها انا باش بيع لعبتها وانا تشارك في مسابقات كيما هذه وتوصل فيهم شنو الحل لهنا انا في تقديري الملعب التونسي لما انت تبيع ركائز الفريق نتاعك وانت قادم على مسابقه افريقيه يعني انت راك ما حاجتكش بها المسابقه هذه وما تحبش تمشي بها بعيد نرجع للماتش انا في تقديري الملعب التونسي عمل ماتش تكتيكي من اعلى طراز وبصمه ماهر كنزاري والخبره الافريقيه نتاعو كانت ظاهره على الميدان لكن اللي صنع الفرق هما دي بتي ديتاي كما كان يحكي طارق هاك الصنعه نتاع الملاعبين فماش شكل الملاعب اللي عنده صلعه في توج دو بال في تمريره في 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 شوطه في هذيك نقص الملعب التونسي اما على مستوى ككاليتي لعب وكوقفه الملعب التونسي كان ممتاز طيله 90 دقيقه اما كي تقبل انت زوز بونتويت بالطريقه هذيك طريقه موجعه انا في تقديري الحكم صحيح ذبح الملعب التونسي والملعب التونسي تعرض الى مظلمه تحكيميه بصراحه غير مسبوقه بطريقه يعني مبتذله وكما كان يحكي الميتر انا معاه راه تحسوا كانوا الاربيتر الاربيتر مشري بالطريقه اللي عطى بها لي كوفرون معناتها كل واحد فما دي كوفرون عطاهم خيالين في العاميه غاروا عليهم راه الملعب التونسي المستير الملعب التونسي غاروا عليهم راه الاثنين غاروا عليهم الزوز مباريات غاروا عليهم الملاعبيه نتاعهم اللي يخص الملعب التونسي في تقديري البارح هو اكد تحول وقت انت تاخذ الكره تفكها بلال الماجري كان بعيد ياسر على مستواه ولعب ما لعبش بلاصته لعب تقريبا اغلب الوقت ما عندوش لي كاليتي باش يكون هكا ملاعبي ستاسيون ياخذ الكره ويطلع اصحابه باش يعاونوه ما هو سيد احمد بلاش قال لك حاجه راه فما استراتيجيه عملتها الهيئه المديره في الملعب خلك احنا نمشيو للمجموعات ومن بعد مش يصير تدعيم وديجا هو تو صار تدعيم في الخط الدفاعي معناتها كانت ناقصه حسب رايي انا اللي مازال ناقص هو راس حربه اللي باش يهز الفريق لانه العالمين وعلى اليسار عندنا لكن المشكله في راس حربه ما فماش الاستراتيجيه كانت لما باش نمشيو للدور المجموعات باش
مش نشوفه معناتها رأس حربة جديد. لكن 20 ثانية أنا في تقديري لو الملعب التونسي يلعب بالروح هذيك وبالطريقة هذيك في البطولة باش يكون عنده راه باش يكون عنده وزنه وباش ينافس معناتها على البطولة لو يلعب بالشكل هذاك كما كان يحكي طارق توا تصير التدعيمات. حاجة أخرى وقت اللي أنت عندك مشكل مادي وقت الملاعبية تقريبا شهرين من ثلاثة ما خلصوش وقت اللي تبدا الظروف ماهيش مواتية برشا ما نجموش نطلبوا من الملعب التونسي أنا في تقديري عمل أقصى من طاقته اللي نجم يعملوا عملوا هكا بسرعة مختار بسرعة. صالح يا باش نعطيك نصيحة شكون بقى لنا احنا في المسابقات تراجي سي اس اس نصيحة هم من المنبر هذايا الزوج جمعيات هذوما تحب توصل تحب تتعدى بالله ما تعاودنيش كل جمعية اعمل اعمل ديبارتمون اعمل ديبارتمون خاص بالتحكيم صدقني في جمعيات موجودة كبيرة كلامه صحيح ديبارتمون خاص راهو يهبط تسمع كلامك حاجة زيد خلينا نكمل خلينا نكمل راهو شفت في مصر وفي المغرب وفي الجزائر الاربيتر ما تراش يعطيني مسؤول من جمعية مشى للبلايص هذو وشاف الاربيتر نحن هنا في تونس يسمع باللوتير نتاعو وين ويجي يعمل الاجتماع الفني بحذاه ويعرف وين ويعرف بيته عددها قداش في مصر ما تحلمش تعرف اللوتير نتاع الاربيتر ما تحلمش وهنا في تونس ولا في البلايص ولا الاولاد حتى كي يمشيو راهو يبداو يطلبوا منهم شنو تحبوا نعملوا لكم خويا تحبوا الحوزو تحبوا نهزوكم تحبوا نجيبوكم انت والاربيتر على قد ما تقدم نص لانكار دومي وقتها باش تولي نخبه الافريق توا حاليا تحب توصل والله العظيم لازم تعمل ديبارتمون راهو الكادوات والحكايات هذه الكره وحكايات فارغه قدام ريزولتا وقدام الشراء في الملعب التونسي الصرفي اللي يقول فيه مختار دبوس كلام عيب 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 كبير معناه يشجع على الممارسات كيما هذه بحق ما نجموش نعديوها في بلاتو في بلاتو كيما هكا معناتها الممارسات تاع تشجع على الرشوه وكادوات الحكم راهو موجود عيب وكهو موجود متفاهمين اما ما نجموش نجمو نشجعو نشجعو نقضيو عليهم مش نشجعو مش نقضيو على جمعيتك انت ما تلقى حد شيء من بعد راهو الانديه نتاعنا معناتها تعز صفوفها بلاعبين عندهم قيمه تقول لهم استعدوا بالقداع وما تقول لهم غادي في هذيك قوتنا غادي في الكوليس نتاع الكاف نعطيك الصحيح يا اخي كي تجيب في الكوليس نتاع الكاف اش معناها معناها باش تجيب اربيتر باش يخدم مصالح النادي التونسي لكن هو الرشوه ولا في الكاف فلان فلان يا خويا نو ياخذ من الرشوه الموضوع حكينا فيه خذا برشا وقت مجد خلينا نحكيو على السياسات ممثلنا الثاني في كاس الكاف تعدى ربح واحد بلاش لكن برشا تساؤلات كالعاده ما زالت متواصله في مردود السي اس اس احلى ما فهم في الماتش هذا هو جمهور السي اس اس كل امانه معناتها ملا ستاد وهنا معناتها السي اس اس تستحق ملعب اكبر من هكاك خاطر تشوف الجمهور معناها تقريبا معبي ستاد وناس ما زلت معناتها برا معناتها موجوده اليوم هذا هو لازم نشجعوا على سلطة ان تعمل ستاد كبير يليق بجمعيه السي اس اس بالنسبه للسي اس اس سي فري معناها كي تاخذ ماتش الاولاني وماتش الثاني ما فماش تحسن كبير على المستوى اللاعب على فما بوسيسيون دو لا بال وسيطره وكل شيء لكن فما تحسش فما فكر فما سيركوي دو جو فما زاد نرجع للمدرب وقت تحط لي انت معناتها اشرف الحباسي وتحط الضاوي اللي هما ماهمش مازال متشبث اشرف الحباسي اكسنتري دروا اكزاكتومون وحتى الضاوي غريبه برشا ما عندهمش الفوكاسيون تاع ديزا لاتيرو وقتاش تمركب انت الضاوي لاعب في بلاصتو الضاوي قدام يلعب كريستو قدام لكن الضاوي ديما نعرفوه في بنجلدان يلعب اكثر في الوسط تحكي على وضح الزايد وضح الزايد مش الضاوي وقتاش تمركب بونتو وقت تخلي محمد صلاح المذبي معذبي انا دروا دوميتي اضافه كبيره بونتو جابو هو اضافه كبيره وقت عمل شونجمون دخل بن عمر شوف المدرب كل مرة وين يبدأ بكاستينغ غالت وبعد يصلح معناها تقريبا انت تعرف الملاعبية اللي عندك تعرف الامكانيات نتاعهم يلزمك توظفهم توظيف صحيح ثم السياسيس نحسها الهوية نتاعها نتاع اللاعب تفقدت معناها السياسيس شوفت كي تحط لي انت هذاك بيدرو سا وتحط هذاك اللاعب اللي بحذاه تراوري زوج لاعبيه هذوما ما يخلطوش الكرة للقدام معناها اليوم تحس فما ما بين الوسط وما بين الاتاك ملاعبي اللي خرج الكره كيما توا ايت ميل كيظن في افريقيا شفناه معناها تحس اللي هو يلعب في الفريق في السي اس اس ما تحسش شكون يلعب الفريق فما الضاوي يعمل في ديزكسبلو انديفيدويل معناها هذا اللي موجود في السي اس اس فماش تحسن على المستوى اللاعب وهو السي اس اس كل جمهوره مش فرح مش فرح باللي كيف خاطر لونتونور اختار الوقت نتاعو نشوفوا لونتونور يحب يطبق الافكار نتاعو اللي رانا فيهم في الجمعيه اسمها بيدرو اتليكو معناها قاعد بالتروا تروا كتروا ما تمشي سي اس اس بالفورمولا هذيك تعرف خلينا نقول لك في سي اس اس فنيه وبعد نرجع لاحمد بالنسبه لي انا سي اس اس اهم شيء هو الانتصار معناتها الكاليفيكاسيون
باش نحكي في نفس الكونتكست اللي حكى فيه مجدة، الهوية متاع النادي الصفاقسي اللي هي تفقدت، وهذا حاجة من الحوايج اللي محطوطة معناتها من البرامج اللي حاطتها الهيئة المديرة، انه ما يحبوا يرجعوا ليدونتيتي متاع السي اس اس اللي هي اللعب الجميل، واللي تفرج كل شيء سي اس اس، كي تشوف سي اس اس تستمتع. برافو عليك، هذا هو الجمهور اللي بالنسبة كلمة استحقاق في حق الجمهور اللي معناتها الحقيقة في كل صناعة الفرجة في المدرجات، صناعة الفرجة والحقيقة زادة لازم السياسيس لازم يا أما يعملوا حل في الستاد دونك تستحق الخمسين والستين وحتى السبعين ألف متفرج عادي معناتها، وخاصة غادي في صفاقس راه ما فماش حتى شيء، كان الجمعيه راه تشوف عباد نفس كوره صحيح، دونك معناتها هذه لازم وقت انه باش خاصه النادي الرياض الصفاقسي في قيمه الجماهير نتاعو في قيمه العراقه نتاع النادي لازم استاد يليق بالنادي. اثنين بالنسبه للمدرب راه شوف حتى في سان بيدرو راه صارت له مشاكل كيما هكا في بيترو أتليتيكو صارت له مشاكل، لأنه كي معناتها تعرف حاجة الأولى أنه مازال يكتشف في بعض اللاعبين اللي قاعد وتوم بعد تشوف، لأنه فما لاعبين مازال ما يعرفش الكاليتي متاعهم الحقيقيين، هو تو قاعد يكتشف بشوي. شوف أنت كتشوف أنه في كل ماتش دوزيام ميتون خير من البريمير ميتون تفهم اللي هو قاعد يصلح وقاعد يكتشف في اللاعبين. حاجة أخرى لو إذا ما يكونش معاك في ستاف معناتها ما ولد السياسيس ولا من صحيت لهنا الدول حتى المدير الرياضي تارك محمسين بن عثمان يحكي معه، فأني قل له اللي مش معقول ملاعبي كما بركات الحميد يكون خارج الحسابات اللي كان من أفضل ملاعبية عم ناول، مش معقول حسين الحباس يكون غادي مش أشرف سامحني مش معقول كيف بشة وقعت هميش وين نلعب بالبارح صحيح. لا شوف راهو منا اللي نتصوره وانا ثلاثة أربعة ماتشوات أخرين راهو مش تلقى ديسبوزيتيف صحيحة ومش تلقى CSS معناتها بدأت تاخو في الواحد راهو توكي راهو اللي نحكي لك فيه أنا وعندي شوية هكا معناتها اللي راهو بشوي بشوي قاعدين باللي كومبارتيمون معناتها من الجارديان للديفونس للوسط للقدام شكون يلعب الليكيب فماش تحس ليدير ما فماش تو ليدير صحيح ما فماش ليدير تكنيك خاصة في الوسط اللي يعطي الدنيير باس واللي معناتها يليونت لو جو تحس سي اس اس هذيك الحلقة مفقودة اي صحيح لكن هي قبل جينيرالمون ديما في السي اس اس راهو ديما عندك 10 اللي هي تفقد التو عندها سنين دونك المفروض تو كي يوظف واحد منهم راه متساش حاجه جاب العبسي هو باش ياخذ الدوره ذا صحيح لكن العبسي مازال ما خداش طون جو دونك فما برشا جوارات راه موجودين إصابة العبسي فما برشا جوارات راهم موجودين لكن بحسن التوظيف نتاعهم مش نشوفوا شكل اخر للسي اس اس احمد لعب بالنار السي اس اس في الاخر لو تالق قعلول نحى تقريبا زوز اهداف لعب بالنار نجم نقولوا في الاخر هو بصراحه يعني اسلام مش يلعب بالنار زاد المنافس ما كانش خايب راه لا ما لازمناش نحيو استحقاق المنافس ما كنت على الثقه من البورندي احنا موديل ترجي عنها. ترجي من الاول ماركات السي اس اس كنت ما تمركلوش من الاول ياخذ ثقه فيهم اللي مش حكايه الثقه يا اسلام زاد الكاليتي نتاع الادفيرسير مش خايب فريق يلعب كوره فريق وقت طلع وضغط على نادي الصفاقسي عمل برشا مشاكل لنادي الصفاقسي ما كنت خليته زاد احمد اسلام انا شو نقول بصراحه من الاشحاف من بورندي الفريق معناها بورندي علاش اسلام ديما عندنا النظره الدنيه للاخر احنا بوروندي وتشاد والنيجر ورواندا علاش ديما احنا التوانسة نحقروا لها خاطر ماش نحقروا خاطر ما شفتش منهم دي بيرفورمانس معناها كيفاش نقول لك ماهيش نيجيريا ماهيش غانا معناها انا ما نقيمش على الفريق شو لا لا يا طارق ما يلزمش انا نقول هذاك من البلاصه هذيك والبلاصه هذيك انا نقيم البيرفورمانس تاع الكلوب الفريق اللي لعب ضد النادي الصفاقسي ماهوش الفريق اللي لعب ضد الترجي التونسي مستوى خير برشا احسن انا اللي نقوله بصراحه من الظلم والاجحاف أنا نقيم النادي الصفاقسي بعد زوز ماتشويت أوفيسيال بصراحة معقول أي مدرب مازال معناتها أي مدرب مازال لكن نحكي على البوادر والمؤشرات والبرانسيف معناها هو الإفكتيف وقتاش ولا على ذمة المدرب الإفكتيف الكامل والانتدابات الكل ما عندوش برشا معناتها يلزموا شوية وقت على الأقل وقتاش نحكموا على النادي الصفاقسي بعد خمسة ستة جورنيات وقت اللي كي بيحصل لك الانسجام وتولي فما أوتوماتيزم والفكرة نتاع المدرب تولي واضحة واضح أنا علاش ما نخافش على النادي الصفاقسي لأنه الهيئة توصلت إلى أنها تضع استراتيجية واضحة للفريق جابت إترونج معناتها مدرب أجنبي جابت مدير رياضي عملت انتدابات باهية شوية صبر
ان بو دو باسيونس نتصور النادي السفيقسي في قايد من الجولات باش يتحسن كثير. ماذا بينا نتعداو زوج طلبتوا الكلمه وماذا بينا نحكيو ما عادش عندنا زوج مقابلات المستير والترجي مازال ما عادش عندي برشا وقت بسرعه بالله يا يلعب كوره يفهم سي اس اس بالليفيكتيف هذايا وباللونتونور هذايا ما تنجمش تمشي بعيد هذا على مسؤوليتي انا يلزمها ملاعبي اللي في وسط التيران يمشي ليكيب معناها حتى الصفاقسي يقولوا فيها خلي لافونسونت اللي ناقص مازال ممكن لو عنده بن عمر كاليتي يجم اذا يعطي ثقه المدرب يجم معناتها يعمل به حاجه اما في السي اس اس تحس اللي ما فماش ملاعبي اللي رونت لو جو انا جو مي دوموند كان جات سي اس اس لعبت الروتور ولا ماتش ماتشويت في البوراندي ولا في البلاصه هذيك معناها تتعب اكثر تتعب اكثر في التحليل علاش ديما نعملوا لو كان نتسفيقسي لعبت وربحت نحكي على لي وروتور هنا نحكي على لي وروتور هنا نتسفيقسي جابت كوب من لوباتشي نحكي كان ديبلاسيت كان ديبلاسيت شكون عندها مشاكل اكبر فاصل قصير موزيكا وبعد نكملوا مع تشامبيونز ليغ الافريقيه نستقبلوا تليفون باش يكون معنا بعد شويه نحكيوا على المستير وايضا الترجي الرياضي التونسي.